بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله. الله 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 واحد أحد، الله وتر صمد، الله لم يكن له كفوا أحد، الله قوي قادر، الله عزيز قاهر، الله عليم غافر. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب التوحيد. باب التوحيد، هذا الباب كنا قرأنا وتكلمنا عنه بالتفصيل في مقدمة شرح الرسالة منذ أكثر من سنتين ونصف تقريبا، فمن حضره يعني ربما يجد أن الكلام فيه نوع إعادة، ولكن في الإعادة إفادة. باب التوحيد. والتوحيد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه المانع الجامع، لأن كثر اللغط فيه حتى أنه دخل فيه أوحال ونسبت إلى علم التوحيد، فاستعاذ منها سيدي عبد السلام بن بشيش في صلاته وقال: وانشلني من أوحال التوحيد، لأنه دخل فيه ما ليس منه، دخل فيه تكييف لله عز وجل، دخل فيه تمثيل لله عز وجل، دخل فيه تجسيم لله عز وجل، دخل فيه ما لا يليق به، فسمها سيدنا عبد السلام بن بشيش أوحال، فاستعاذ الله منها وقال: أعوذ بك من أوحال، انشلني من أوحال التوحيد، التي بينها بعد ذلك سيدنا عبد الله الصديق في مزجه على صلاة سيدنا بن بشيش، قال: وانشلني من أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد إلى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الله على العباد، قال: أن يوحدوا. وحق العباد على الله أنهم إذا فعلوا ذلك يدخلهم الجنة. فقالوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى التوحيد، قال: ألا تجعل لله ندا وهو خلقك. تفسير جامع سهل. علم التوحيد كله ألا تعتقد أن هناك فاعل سوى الله، أن هناك قاهر سوى الله، أن هناك رازق سوى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعرف بصفاته لا بكنه ذاته، فكنه ذاته لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا سئلت عنه فأجب عن الصفات لا تجب عن الذات. فقد سئل سيدنا موسى: من ربكما يا موسى؟ يعني سؤال عن الصفات، فأجاب وقال: ما ربكما يا موسى؟ فسأل عن الماهية. فرعون ما كانش بيسأل أسئلة مكررة، مرة قال له من ومرة قال له ما، من يسأل عن الصفات وما يسأل عن الماهية، لأن فرعون كان في زمن، فرعون موسى كان في زمن بلغت الثقافة ذروتها، وكان هو على رأس هؤلاء المثقفين المتعلمين، فلا يسأل أسئلة مكررة وإلا يكون إنسان تافه. لا، ده ما كانش تافه. التافه هو الذي يظن أن أسئلته مكررة. مرة سأل قال: من ربكما؟ ومرة سأل قال: ما ربكما؟ من ربكما؟ سأل في سورة طه: من ربكم؟ وفي سورة الشعراء: ما ربكم؟ ففي من أجاب في من عن الأفعال والصفات: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلما قال له: ما ربكما يا موسى؟ أراد عن كنه ذاته، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أجاب أيضا عن الصفات والأفعال.
أي أنك لا تعرف كنهه حتى تجب. فأجابه هنا عن الصفات وهنا عن الصفات. ولذا لما قال له ما ربكما يا موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، أسأله عن الماهية فيجبني عن الصفات. هذا كلام لا يستطيع أن يبين، لا يفهم السؤال، يبقى هو كان معترض على إجابته، لأن سأله عن شيء أجاب بشيء آخر. لكن سيدنا موسى أعلم بربه، هو رسول رب العالمين، يعلم أنه لا يدرك حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى، فأجاب عن الصفات. فلذا علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته، فإذا أدركنا أنها صفات غير مدركة أيضا من حيث كمالاتها، أدركنا أن ذاته غير مدركة من حيث كنهها وكنه كمالاتها. والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك، العجز عن الإدراك هو عين الإدراك، لكن الأمر كله ألا تنسب فعل لغيره، وألا تنسب أثر لغيره سبحانه وتعالى، وألا تنسب له صاحبة ولا ولد، وألا تعتقد فيه صفات الحدوث الانتقال والتغير وغير ذلك. فهو دائم باقي، دائم باقي، دائم يعني أول بلا ابتداء، باقي يعني لا يزول سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا سألت عن نسبي سئلت عن نسب الله، فقل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سئلت عن صفاتي فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا سئلت عن أفعاله فقل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذا سئلت عن ذاته فقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعرفك الله عنه كل شيء، ماذا تريد أن تعرف أكثر من ذلك؟ صفات عرفت، أفعال عرفت، ذات عرفت، فلماذا تحاول أن تقحم عقلك في منطقة أنت لا تستطيع أن تسبح فيها؟ أنت لا تستطيع أن تسبح في أمور خلقها فيك أنت أيها الإنسان، أنت لا تدرك ذات نفسك، فكيف تدرك ذات من خلقك؟ أنت فيك أشياء لا تدركها. يسألون أين الله، سؤال عن المكان، أين الروح منك أيها الإنسان والروح مخلوق؟ أين الروح منك؟ هل في رأسك؟ هل في قلبك؟ هل في قدمك؟ هل في بطنك؟ أين الروح منك؟ وهل الروح لها اتصال وفي نفس الوقت لها انفصال؟ أين الروح منك حال نومك؟ وأين الروح منك حال يقظتك؟ ثم الروح قريبة من كل جزء في جسدك وفي نفس الوقت بعيدة عن كل جزء في جسدك، لأن هذا الجزء لو قطع لا تنقص روحك شيء، فدل على أنها بعيدة في قربها قريبة في بعدها، دل على أنها ليست لها مكان وهي قريبة من كل مكان دون أن تحل في مكان، هذا في مخلوق، فكيف تريد أن تمعن عقلك في الخالق سبحانه وتعالى حتى تدركه؟ شيء عجيب. ولذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا قال الإمام السيوطي أشعار نظما لبيان أن إدراك الذات الإلهية تعجز عنه العقول، وغاية ما تدرك العقول هي آثار الصفات والأفعال. فقال قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يقول، هو سر غامض من دونه ضربت والله أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك، يعني لا تعرف نفسك، أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها، هل تراها فترى كيف تجول، هذه الأنفاس هل تحصرها، لا ولا تدري متى منك تزول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم، فقل لي يا جهول، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف تجلى الله أم كيف يرى، فلا عمري ليس ذا إلا فضول، هو لا كيف ولا أين له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في
في كل النواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسمى وتعالى قدره عما أقول. كلام فيه غاية البيان بدل من عقيدة المسلم التي يكتبونها في المساجد الآن الوهابية، وأين الله في السماء بدجاحة ويقصد بالأينية والفيه الظرفية، ويقولون أن الاستواء على حقيقته وأن النزول على حقيقته في تحرك. فهؤلاء قال عنهم الإمام السيوطي ضلول وجهول ولا يعرف كيف يبول. هذا الإنسان الضلول الجهول الذي لا يعرف كيف يبول يريد أن يمعن عقله في أشياء لا يليق للعقل أن يسبح فيها، ثم بعد ذلك يجزم بسوء فهمه أن هذا هو فهم أهل السنة وفهم الصحابة، ويدعي أن هذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يضلل الناس. والله سبحانه وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله هو معكم أينما كنتم. فالأمر سهل ويسير. باب التوحيد. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد. هناك فرق بين واحد وأحد، وبعض العلماء لا يفرق، يعتبر أن واحد هي بمعنى أحد، وأن الواو مقلوبة عن الهمزة، يعني أحد قلبت الواو بتاع الهمزة إلى واو بغاية واحد. تحتمل هذا وتحتمل أن هناك فرق، فالواحد هو الذي لا يتعدد والأحد هو الذي لا يتجزأ. الأحد لا يتجزأ والواحد لا يتعدد، ولذا تقول واحد لا شريك له. أما إذا قلت أحد فتكفر لأن لا تحتاج إلى زيادة البيان. فالأحد لا يقبل النسبة إلى غيره ولا يقبل أن يتجزأ، ولما كان لا يقبل أن يتجزأ فليس بجسم سبحانه وتعالى، لأن الجسم مخلوق والجسم مكون من أجزاء، والجسم يحتاج إلى المكان والحيز. فإذا كان جسما افتقر إلى الحيز وافتقر إلى أجزائه، والله لا يفتقر لشيء، فيستحيل أن يكون جسما، ويستحيل كذلك أن يكون جوهرا، والجوهر هو الذي يتكون من جزء واحد من مادة واحدة، لأن الجوهر يحتاج إلى الحيز أن يتحيز في مكانه. والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون متحيزا في مكان، لأنه لو كان متحيزا في مكان لكان المكان قديم بقدم الذات، وكان الله ولم يكن شيئا معه، لا مكان ولا زمان. فسبحانه وتعالى وإذا كان جوهرا، والجوهر هو الذي يحتاج إلى المكان ليظهر فيه عرضا، وإذا كان عرضا فيستحيل أن يكون عرض، لأن العرض يحل في الأماكن ليظهر كالصفرة والحمرة في الوردة أو كحمرة الوجه أو بياض الوجه. فالبياض هذا الأعراض هذه كلها تحتاج إلى مكان تظهر فيه، فهي أشد افتقارا من الجسم والجوهر، فيستحيل أن يكون أيضا عرض. والعرض والجوهر والجسم هي الثلاثة الأشياء التي خلق الله منها الأكوان، فالأكوان هي أجسام وأعراض وجوهر. والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون من الأكوان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمود بن خرزاد قال حدثنا مسيح بن حاتم العتلي قال حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن سعد بن حاتم العتكي عن ابن أبي طبقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، يعني التوحيد ده مكان القلب، لكن أعماله الظاهرة لم يعمل خيرا قط في الأمم السابقة يحكي عنه صلى الله عليه وسلم. فقال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر في يوم ريح، في يوم ريح. ففعل. فقال الله عز وجل الريح أدي ما أخذت، فإذا هو بين يديه. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال استحياء منك فغفر له. حياء من الله يعني غفر له لأنه فعل ذلك، حياء من الله لأنه لم يظن عدم قدرة الله على جمعه مرة أخرى، بل أراد أن يظهر أنه مستحي من الله، أظهره بهذا الاعتقاد، حيث أن هذه الأعمال كانت غير محرمة في شرع، ولكن الآن في شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين يحرم حرق الجثة، والواجب في الجثث أن تغسل وتكفن ويصلى عليها وتغسل،
والواجب في الدفن ان يواري الجسد ويواري ريحه، مواراة الجسد مع مواراة الرائحة التي تنبعث منه، هو ده الواجب في حق الميت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد هو الحكم بأن الله واحد، دي معنى التوحيد. التوحيد أن تحكم بأن الله واحد، لا إله إلا الله، اختصرها النبي في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إقرار بالربوبية والألوهية، وأشهد أن محمد رسول الله إقرار بطريق الوصول إلى إرضاء هذا الإله، أي بسنة هذا النبي خلف هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو لا إله إلا الله جلال، محمد رسول الله جمال لأنه رحمة للعالمين، لم تتحمل جلال الله إلا بأن تأتي خلف النبي فتتحمل هذا الجلال، لأن الجلال لا يتحمله حتى الجبال الشامخات، فجاء النبي رحمة للعالمين فتحملنا من خلال نبينا أن نتوجه إلى الله شاكرين، وأن نتوجه إلى الله ذاكرين، وأن نتوجه إلى الله قارئين لكلام الله عز وجل، فإنما يسره بلسان نبينا، ولو أنزله على جبل لتدكدك الجبل، ولكن لما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أخذناه من فم نبينا فصار ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل هذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا بركة رسول الله ما كنا استطعنا أن نتحمل جلال معرفة الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رمزا للجمال لأنه رحمة للعالمين، فالرحمة جاء من الجمال، ولا إله إلا الله رمزا للجلال. أو لا إله إلا الله خوف، محمد رسول الله رجاء، فأنت تعبد بين الخوف والرجاء، فالأمر كله مختصر في الشهادتين. التوحيد هو الحكم بأن الله واحد، والعلم بأن الشيء واحد أيضا توحيد، ويقال وحدته إذا وصفته بالوحدانية، كما يقال شجعت فلانا إذا نسبته إلى الشجاعة، يقال في اللغة وحد يحد فهو واحد، ووحد ووحيد، وحد يحد فهو واحد، ووحد ووحيد، دي كلها تصريفات للكلمة. كما يقال فرد فهو فارد، وفرد وفريد، وحد فهو واحد، ووحد ووحيد، زي فرد فارد فرد فريد على نفس التصريف. وأصل أحد وحد، فقلبت الواو همزة، والواو المفتوحة قد تقلب همزة كما تقلب المكسورة والمضمومة. ومنه امرأة أسماء بمعنى وأسماء، يعني امرأة أسماء هي أصلا وأسماء جاية من الوسامة، فقلبت الواو همزة فبقت أسماء من الوسامة. ومعنى كونه سبحانه واحدا على لسان العلم، على لسان العلم يعني العلم الدليل، يعني العلم تملي قائم بالدليل، لأن العقل يحيل أن يكون هناك إله مع الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يسموه إيه؟ يسموه دليل التمانع، طالما امتنع الفتاة يبقى امتنع التعدد يبقى إله واحد، يسموه دليل التمانع عند الفلاسفة، مش كده برضه؟ طالما والناس العوام يقول لك إيه المركب اللي فيها ريتين صغى، يعني نفس المعنى، هو هو بس معبر عنها بصيغة عامية، لكن هي نفس المعنى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله عما يصفون. ومعنى كونه سبحانه واحدا على لسان العلم قيل هو الذي لا يصح في وصفه الوضع والرفع، بخلاف قولك إنسان واحد، لأنك تقول إنسان بلا يد ولا رجل. يعني إيه الوضع والرفع؟ يعني لا يصح إنك أنت تضع عنه صفة أو ترفع فيه صفة زائدة، يعني كامل في ذاته كامل في صفاته، لا يستطيع ان تنفي شيء او تزود شيء. النفي يعني معنى الوضع، والرفع معنى الزياده، فلا يقبل الرفع ولا الوضع لانه كامل من اول. خدت بالك؟ لا يصح في وصفه الوضع والرفع، بخلاف قولك انسان واحد، لانك تقول انسان بلا يد ولا رجل فيصح رفع شيء منه، لان الانسان جسم وممكن الجسم ينقص بعض اعضائه، لكن الله ليس بجسم فلا تستطيع ان ترفع عنه شيء. والحق سبحانه فيصح رفع شيء منه. ايه عندك مكتوب ايه؟ لا من اللي بعدها.
والحق سبحانه والحق سبحانه حطيت لنا فصلة ومنسوحة، المفروض ما يحطش فصلة بين الحق سبحانه، يبقى الحق سبحانه بكلمة واحدة. لا ما ينفعش يفصل هنا. والحق ممكن تبقى ايه، تحط فصلة على اساس تبقى سبحانه ودي جملة اعتراضية، تبقى جملة اعتراضية كده برضه جملة، يبقى الحق سبحانه كأنها جملة اعتراضية تمشي بقى. أحدي الذات بخلاف الاسم الجملة الحاملة. أصل تملي الاسم، الاسم ده بتبقى جملة حاملة يعني مركبة، تقول مثلا إنسان حيوان ناطق مثلا، لكن لما تقول الله واحد خلاص ما تحتاجش تقول ايه تاني بعدها، ما تحتاجش تضيف حاجه لا تحمل عليها شيء ولا ترفع منها شيء ولا تضيف اليها شيء. وقال بعض اهل التحقيق في معنى انه واحد نفي التقسيم لذاته، ونفي التشبيه عن حقه وصفاته، ونفي الشريك معه في افعاله ومصنوعاته. يبقى واحد في ذاته، واحد في افعاله، واحد في صفاته، اللي احنا بنختصرها هكذا في علم التوحيد. واحد في ذاته لا يشبه ذاته ذواته، واحد في افعاله ففعله لا تشبه الافعال، واحد في صفاته فصفته لا تشبه الصفات. انت مثلا سميع وبصير، والله سميع وبصير، لكن صفة السمع والبصر فيه تحتاج الى الآلة، وانت لا تملكها بذاتها ولا تتصرف فيها، بل هي تأتيك منها، قد تحرمها وقد تسلبها وتتوقف على صلاح آلتها. أما الله سميع بصير بلا آلة سبحانه وتعالى، وغير قابلة للانتفاع لأنها قائمة بذاته وذاته لا تزول سبحانه وتعالى، فلا يفتقر إلى الآلة. والتوحيد ثلاثة، توحيد الحق للحق، توحيد الحق للحق لأن الله واحد وشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، توحيد الحق للحق قبل أن يخلق الخلق، ما فيش حد يشهد أصلا معهم، يبقى اسمه توحيد الحق للحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهو علمه بأنه واحد وخبره عنه بأنه واحد. والثاني توحيد الحق سبحانه للخلق، وهو حكمه سبحانه بأن العبد موحد وخلقه، وخلقه توحيد العبد، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق التوحيد في قلبك، يخلق الإيمان في قلبك، فهذا خلقه الله في قلب الموحد أصلا، زي يتوب تاب عليهم ليتوب، خلق التوبة ثم بعد ذلك تاب، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليه، خلق التوحيد في قلبك ثم إذا نطقت به نسبه إليك، وده من كمال كرمه سبحانه وتعالى. يبقى توحيد الحق سبحانه للخلق اي حكمه بان الخلق موحدون، وهذا بخلق التوحيد في قلوبهم سبحانه وتعالى. والثالث توحيد الخلق للحق، توحيد الخلق للحق اللي هو قال لك والملائكة وأولو العلم شاهد المسلم، شاهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم أي شاهدوا أيضا أن لا إله إلا هو قائما بالصدق. يبقى ده توحيد الخلق للحق سبحانه، وهو بيان ما وضعه الله في قلوبهم على ألسنتهم. يبقى توحيد الحق للحق وتوحيد الحق للخلق بخلق التوحيد في قلوبهم، ثم توحيد الخلق للحق بإظهار هذا المعنى على ألسنتهم شهادة بهذا المعنى. يبقى دي ثلاث أنواع. والثالث توحيد الخلق للحق سبحانه، وهو علم العبد بأن الله عز وجل واحد، وحكمه وإخباره عنه بأنه واحد. فهذه جملة في معنى التوحيد على شرط الإيجاز والتحديد. واختلفت عبارات الشيوخ عن معنى التوحيد. احنا قايلين ان الواجب في توحيد افعال وفي توحيد صفات وفي توحيد ذات. فاذا كان الولي مشغول بالافعال فلما يجي يعبر عن التوحيد يتكلم على توحيد الافعال على حسب حجابه وعلى حسب ترقيه، لان احنا قايلين ان حاجه في حاجه اسمها وحده الشهود. وحده الشهود عند الصوفيه ثلاث مراحل، مرحله يرى جميع الافعال كلها صادره من الله
لأنه والله خلقكم وما تعملون، فلا يرى فاعل في الأكوان إلا الله، فتوحد فعل شهوده في جميع الأفعال أنها من واحد. فلما يفنى في هذا المعنى إذا عبر عن التوحيد يعبر عن توحيد الأفعال. وهناك توحيد من نوع آخر وهو توحيد الصفات، لأن الأفعال أثر للصفات، وأثر الصفات غير متناهية، والصفات إذا ما قرنت للأفعال تكون فيها نوع حصر، فأحيانا يقل حجابه فينطلق من الفعل إلى الصفة، فتجده موحد للصفات، يعني محبوب بالصفات عن الأفعال، انطلق من حجاب الأفعال إلى حجاب الصفات، فحجب بالصفات حتى عن الذات، فيبقى توحيد الصفات. وفي الحالة دي لما يعبر عن التوحيد وهو في هذا المقام يتكلم عن الصفات. ثم بعد ذلك هناك من يرتقي أعلى ويغيب حتى عن الصفات والأفعال فيفنى تماما، فلا يرى إلا الموجود سبحانه. الله موجود وهي الذات، ويغفل حتى عن كل الصفات لا يراها لأنه فنى عن كل شيء، كأنه وصل إلى مرحلة العماء الأولى، كان الله ولم يكن شيئا معه. فإذا تكلم يتكلم على الذات، التوحيد الذات. فهناك من يحجب بتوحيد الأفعال عن توحيد الصفات في حاله ومقامه، بأن الله معز مذل رازق فعال لما يريد قاهر فوق عباده يدبر الأمر، كل هذه أفعال. فإذا ارتقى إلى الصفات يعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر مريد سبحانه وتعالى حي، أنه سبحانه وتعالى ظاهر وباطن أول وآخر، يبقى ده فنى في الصفات. فإذا فنى حتى عن ذلك يرجع إلى الحقيقة الأولى، كان الله ولم يكن شيئا معه، ولم يكن هناك حتى أثر في الصفات، لأن الصفات كانت منطمسة داخل الذات غير ظاهرة الأثر في الخارج، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، فلا أثر في الخارج حيث لا خارج أصلا، لا كان في خارج ولا داخل. يبقى هنا فنى في الذات وهي الله موجود، لأن الوجود هي صفة الذات وهي الوجود، أما الباقي إما صفات أفعال أو صفات صفات. فهمت المسألة؟ وعلشان كده اختلفت عبارات الشيوخ، لأنهم كل يعبر عن وجدانياته وشعوره بهذا المعنى. واختلفت عبارات الشيوخ عن معنى التوحيد. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول، سمعت يوسف بن الحسين يقول، سمعت ذنون المصري يقول، وقد سئل عن التوحيد فقال: أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاد، وصنعه للأشياء بلا علاج. قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاد، يعني مش مسألة أشياء فيها طبيعة فاعلة، يمزج هذا على هذا فينتج. عارف أنت ما تخش معمل الكيمياء يمزج ده على المزيج ده وينتج منه مادة جديدة، فالله سبحانه وتعالى قدرته مش متعلقة بأنه يمزج بعض الأشياء بعضها في بعض فيخرج خلق جديد، لا، الله سبحانه وتعالى خلقه بلا مزاج، كن فيكون بلا مزاج. يحسب تفتكرها مزاج بفتح الميم، انت قاعد جنب البطنيه هنا قاعد طول النهار يطبخ في مزاجه، واخد بالك؟ بلا مزاج يعني بلا مزج، يعني بلا تفاعل، تفاعل كيميائي طبيعي طبعي. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، قال كده في الخريده البهيه سيدنا احمد بردير صاحب الخريده البهيه في علم التوحيد، قصيده في علم التوحيد، والخريده معنى اللؤلؤه يعني. فبيقول ايه؟ ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. من يقل بالطبع يعني بالطبيعه، ان الطبيعه فاعله. تسمع انت عالم الحيوان لانه بيترجمه تعليق الراجل الكافر في ترجمه للعربيه، فيقول لك: وقد زودتها الطبيعه بخياشيم تتنفس فيها بالماء، وقد زودتها الطبيعه باجنحه تطير فيها في السماء، وقد زودتها، كان الطبيعه فاعله. هذا حرام، ده الكفر. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. وبعدين رب سبحانه وتعالى عالج موضوع الطبع ده اللي هي الطبيعه، منها المطبعه. المطبعه يعني ايه؟ يعني كل وش واحد اكل شيء، دي معناها الطبيعه طبع. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال لك: مختلفا الوانه كذلك. فالاختلاف والتنوع دليل عدم فعل الطبيعه، ان هناك فاعل مختار، لان كل ما في الطبيعه اشياء
انت دلوقتي تراب وميه، التراب والميه تطلع لك ثمرات مختلفه من الوانه. الثمرات المختلفه الوانها طالعه كلها من حاجه واحده، حاجه واحده وهي لا تختار. يبقى التنوع دليل انه مش طبيعي. انت ينفع في مصنع من المصانع تظبط المكن يعمل بدل، تقوم تروح تاخد منه شال، تاخد فستان حريمي، تاخد منه شورت، تاخد، هي تفضل المكنه تعمل لك دبله على طول، هي تفضل كده. يبقى كل الخلط يبقى صوره واحده، لكن الخلط متنوع. تنوع دليل ان هناك فاعل مختار، يبقى ما فيش طبيعه. طالما تنوع الخلق يبقى مفيش طبيعه. وعشان كده الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. شفت بقى؟ فرب اتجلد بيرد على الطبيعيين بالايات البسيطه الجميله العظيمه اللي هي بدل ما تقعد ترد عليهم في مجلدات انت بترد عليهم في سطرين. سهله. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. شفت رد على الطبيعيين على طول بآيات جميلة لا تشبع من تبذلها. يبقى ومن يأكل بالطبع أو بالعلة، يعني إيه العلة؟ العلة عند الفلاسفة هي أن يكون هناك علاقة إجبارية بين الصفة وموصوفها، بحيث أن لابد أن تكون الصفة لها أثر في الخارج حتى تكون لها وجود في الداخل. يعني إيه؟ يعني عندهم لابد اذا كنت خالق ان يكون هناك مخلوق، فلو لم يكن هناك مخلوق في الخارج يبقى ما تنفعش تبقى خالق في الداخل. فهمت؟ لابد علاقه اجباريه، طالما انت خالق يبقى لابد يبقى في مخلوق. طب الله خالق منذ القدم يبقى في مخلوق منذ القدم. فقالوا بقدم الاكوان. بقدم الاكوان في النوع، بالنوع لا بايه؟ لا بالجنس، لا بالذات يعني. وصار على هذا النهج ابن تيميه، وخالف اهل السنه في هذا الامر. وذكر ذلك لدرجة ان الف مؤلفات ردا عليه. لكن الله سبحانه وتعالى علشان كده بيقول لك بلا علة، يعني مفيش علة، يعني الله خالق حتى ولو لم يخلق، الله رازق حتى ولو لم يخلق من يرزق، الله قاهر حتى ولو لم يكن هناك من يقهر. فهمت المسألة؟ وعلشان كده أهل السنة قالوا ورب خلق بهذه الصورة. أنت دلوقتي لسه ما اتجوزتش وماشي راجل مال وهدومك. لكن صالح لو تزوجت تنجب تبقى اب. يبقى انت دلوقتي مش اب، لكن صالح ان تكون اب. وان كان لم تظهر صفه الابوه في الخارج بعد، الا انك صالح لها. لما تاتي وقت توجه الاراده فالقدره موجوده. تتوجه الاراده انك عايز تبقى اب، تقوم تعمل ايه؟ تروح تخطب واحد وتتجوز، وبعد شويه تسع شهور الواد بيوقف. تقول مبروك ولدت، بقيت السيد الوالد. قبل كده ما كنتش والد ولا حاجه. لكن كنت قادرا ان تكون والدا. واخد بالك؟ لكن متى اظهرت هذه القدره؟ اظهرت هذه القدره اذا توجهت ارادتك تخصصت القدره فاخترت واحده من بين وسط مئات الالاف من النساء. ادي تخصيص الايه؟ القدره. ده بديك مثال من نفسك. فهمت ازاي؟ فاذا كنت انت وانت صامت الان تجلس تسمع الدرس، هل لكونك صامت الان اقول عليك اخرس لانك لا تتكلم؟ انت صامت وان كنت متكلما. لأنك قادر على أن تتكلم إذا أردت، إذا توجهت إرادتك إلى قدرة الكلام فيك لخرج الكلام منك. وكذلك ولله المثل الأعلى، كان الله خالقا قبل أن يخلق الأكوان، وكان رازقا قبل أن يخلق من يرزق. ولكن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا الأثر في الخارج توجهت إرادته إلى قدرته الصالحة لإظهار أثر صفاته، فجاءت الأكوان على مراده بكلمة كن. فلا علاقة علة ومعلول. هم قالوا لا، ده هو ما ينفعش نقول عليه خالق، ده الفلاسفه اللي قالوا بالعله بقى، الا اذا كان في خلط في الخارج. طالما ما فيش خلط في الخارج يبقى هو مش خالق. وطالما هو خالق منذ القدم يبقى لابد ان يكون المخلوق قديم بقدم الذات. فقالوا بقدم الاكوان. فقالوا بالاثنينيه. فهمت بقى؟ وعشان كده ده رد ايه؟ لبس التوحيد. ادي معناها من يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، لان من قال بالطبع اعتبر ان الطبيعه فاعله والحقيقه ان الله فاعل، ومن قال بالعله اعتبر ان الاكوان قديمه والحقيقه ان الاكوان حادثه. وبالتالي يبقى ده مخالف لما عليه اهل السنه والجماعه. ان تعلم ان قدره الله تعالى في الاشياء بلا مزاج، يعني مفيش طبيعه. فهمت ازاي؟ ادي معنى. ووضعه للاشياء بلا علاج، وان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج ان هو يعالج الاشياء ويفعلها على مراحل حتى تظهر على مراده، بل
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولو كان هناك تعبير اكثر من كلمه كن لعبر عنه، ولكن اللغه لا تسمح فيكلمنا باللغه فقط، ولكن حيث لا زمن. كما مجرد توجه ارادته الى قدرته يظهر مراده في الحال. ولذا قال انما امره بين الكاف والنون حتى يشعرك بمعنى انه لا زمن، لا زمن اصلا. انت اذا اردت ان تتكلم، هل هناك فارق زمني وانت محصور في الزمن ايها الانسان المتكلم؟ كنت صامتا فاردت ان تتكلم، هل هناك فارق زمني لحظي تشعره بين ارادتك للكلام وخروج الكلام منه؟ ام في الحال؟ ادي المثال. وعشان كده ربك يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. اذا كنت انت خلقتك على هذه الصفه فكيف تظن اني احتاج الى علاج واني احتاج الى مزاج؟ فالله سبحانه وتعالى مستغني غني عن ذلك كله، وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه. يعني سبب كل شيء، سبب الأصل هو أن الله أراده فصنعه فأوجده، إنما الأشياء مش موجودة لعلة فيها، تتوالد وتتطور، ولكن الله أرادها على هذا الصورة. ولا علة لصنعه، ومهما تطور في نفسك شيء فالله بخلافه. لما تتصور اي شيء متعلق بالله فهذا التصور مخلوق، والله اصلا خارج عن دائرة المخلوق. فكلما تصورت فهذا التصور في حد ذاته مخلوق، والله سبحانه وتعالى خارج عن دائرة المخلوقين. وبالتالي كل ما تصور في ذهنك عن الله ذاتا ماهية فالله بخلافه سبحانه وتعالى. عرفت بقى ان الصوفيه هم اللي عرفوا التوحيد صحيح ويعبروا عنه تعبير صحيح. اقرا بقى لاهل اوحال التوحيد كالفلاسفه وغيرهم، يجسمون الله ويجعلونه في حيز، ويجعلون العلاقه بينه وبين الاكوان علاقه عله ومعلول. وربك رد على اصحاب العله والمعلول بكلمه واحده، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فلما اثبت الاختيار نفى العله. فاهم؟ يبقى رب سبحانه وتعالى رد على اهل العلل ورد على اهل الطبائع. رد على اهل الطبائع بالتنوع ورد على اهل العلل بالاختيار. سهله الحكايه، سهله. وسمعته يقول، سمعت احمد بن محمد بن زكريا يقول، سمعت احمد بن عطاء يقول، سمعت عبد الله بن صالح يقول، قال الجريري: ليس لعلم التوحيد الا لسان التوحيد. يعني علم التوحيد ده ما تقدرش تتكلم عنه الا باللسان فقط، لكن حقيقته مضمورة في قلب المؤمن، احيانا يعجز اللسان حتى عن ان يؤديه. فهي المسألة كلها اشارات اكثر منها علوم. وسئل الجنيد عن التوحيد فقال: اسرار الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال احديته، انه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الاضداد والانداد والاشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل. الوهابية يمثلون ولا يكيفون. الوهابية يمثلون الصفات ولا يكيفونها، ويعتقدون ان هذا مذهب اهل السنة. لا، اهل السنة لا يمثلون ولا يكيفون ولا ينفون الصفات. خد بالك دي هامة جدا، لان الوهابية يقولون مستو على عرشه استواء حقيقي. استواء حقيقي يعني تمثيله، لان الاستواء الحقيقي معلوم له تمثيل معين في ذهن السامع، فينسبوا على معناه الحقيقي، ثم بعد ذلك يقول بلا كيف. يبقى هم يمثلون ولا يكيفون، خد بالك، لان كلامهم يخيل على العوام لكن ما يخيلش على العلماء. عشان كده ابن تيميه اول ما قالوا جابوه مسلسل في السلاسل من الشام، عملوا له محكمه هنا في لندن وقعدوه في القلعه. العلماء بتوع مصر كلهم المعاصرين له، وابن عطاء الله نفسه كان معاصرا له وناقشه في هذه الامور. ما تخيلش على العلماء الكلام بتاعه، لكن يخيل على الجهله، لانه بيخيلك بكلام كتير في صفحات ورا صفحات والفاظ كتيره، بحيث ينتج اول الصفحه اخرها واخر الصفحه اولها، وفي الاخر تفتكر ان هو كلام فيه شيء صحه وهو مليان لخبطه، يلخبط الناس. لكن الحكايه بسيطه، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هم يمثلون، خد بالك، ويتمحكون بالبلكفه يعني بلا كيف. يبقى ينفون الكيفيه ولكن لا ينفون المثليه. فيقول له يد كايدينا ليست كايدينا، له يد حقيقيه ليست كايدينا. يبقى كونه جعلها بمعناها الحقيقي معناه
مثلها انها جارحه. ثم بعد ذلك تقول بلا كيف، يبقى يمنع التكييف. يبقى هو ده وسط بين اهل السنه وبين المجسمه. المجسمه مثلوا وكيفوا، المجسمه مثلوا وكيفوا، هم نفوا التكييف واثبتوا التمثيل، واهل السنه لا كيفوا ولا مثلوا. فهمت بقى المعنى؟ فالحمد لله الذي جعلنا من اهل السنه والجماعه. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. قالها ابن تيمية برضه، بيلقح على ابن تيمية. ابن تيمية قال أن الأكوان تتحرك بقوة مودعة فيها خلقها الله ثم تركها تفعل فيها. أدي معنى القوة المودعة. فالنار تحرق بذاتها بقوة مودعة فيها، والماء يغرق بذاته بقوة مودعة فيه. ومن قال بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. ده كلامه. لكن عند أهل السنة والجماعة النار لا تحرق بذاتها، بل يخلق الله الإحراق عند ممادة النار للجسم المحترق. والله سبحانه وتعالى يخلق الشبع عند تناول الطعام، ويخلق الري عند تناول الماء، ويخلق الغرق عند الغط تحت الماء، ويخلق سبحانه وتعالى الذبح عند ممادة السكين للمذبوح. فالله فاعل في كل شيء، لا السكين تذبح بذاتها، ولا النار تحرق بذاتها، ولا الطعام ينمي الجسم بذاته، ولا الماء يغرق بذاته، بل الله فاعل في كل الأكوان في كل لحظة يخلق فعله عند تناول السبب. وقد لا يخلق الفعل فتتناول السبب ولا تجد الأثر. لكن الذين قالوا بالقوة المدعى قالوا أن هناك أثر للأشياء خلقه الله فيها فصارت مؤثرة. وأهل السنة لا يقولون بالتأثير إلا من الله، ولا ينسبون التأثير لغيره. فهم؟ وعلى شكل ابن تيمية له كلام كثير بيتريق فيه على الرازي وعلى أهل السنة، إزاي يقولوا إن النار ما تحرقش؟ ويقعد يتريق. النار ما تحرقش، الله يخلق الإحراق عند ممسك النار. هو ده أهل السنة كده. وازاي يقول ان الميكروب ما يمرضش؟ الله يخلق المرض عند دخول الميكروب الى الجسم، وقد لا يخلقه، قد تتعرض للميكروب ولا تمرض. وقد تاخذ الدواء ولا تشفى. وقد تاخذ الدواء وتشفى. لان الله يخلق الشفاء عند تناول الدواء وقد لا يخلقه. يفعل ما يشاء ويختار. طب ما علاقة الاسباب بالتأثير؟ علاقة الاسباب ان الاسباب مطلوبة تعبدا. والتأثير هو فعل الله في الاشياء اعتقادا. يبقى الله سبحانه وتعالى تعبدك بجسدك وجوارحك ان تتناول الاسباب، وتعبدك بقلبك الا تلتفت اليه. يبقى القلب متعبد الا يلتفت اليها فلا يعتمد عليها، والجسد متعبد ان يتناولها حتى يتذلل الى الله. يا رب انت خلقتني اعطش، فها انا ذا عندما اعطش اذهب الى بابك وهو الماء اشرب، فارويني يا الله. فيخلق الري عند تناول الماء تأدبا لأنك تأدبت معه. أما إن لم إن أتأت الأدب فقلت يا ربي أنت تخلق الري، فلن أذهب إلى الماء لأشرب، إذا ارويني من الماء فيتركك ويمتحنك لأنك أسأت الأدب. وعلشان كده قالوا ترك الأسباب إساءة للأدب، لأنه ضد العبودية، ضد التذلل، والاعتماد على الأسباب شرك. فهمت بقى المسألة؟ هذه اعتقاد أهل السنة. وعلشان كده ومن يقل بالقوة المدعى فذاك بدعي فلا تلتفت. ليه ما قالش كده؟ لأنه نسب الأثر الأول من الله. لكن الكلام اللي قاله بعد كده اعتبر أن الأشياء صارت فاعلة بذاتها، فده سوء فهم منه، فيبقى مبتدع ده. فهمت بقى المسألة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الجميل إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد تناهت إلى الحيرة. طبعا كلما ارتقيت في معرفة ربك وصفاته كلما شعرت أنك ازددت جهلا، لأنه لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علم. يعني أنت مثلا نزهت الله وقدسته إلى درجة معينة، فوصلت إلى هذه الدرجة وجدت أنه فوقها تنزيه، ثم وصلت إلى ما فوقها وجدت أنه فوقها تنزيها، ثم وصلت إلى فوق الفوق وجدت أنه فوق ذلك تنزيها، فتصل إلى مرحلة تستسلم إلى كمال حيرتك. ولذا يقول اللهم إني أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جاهلي، مستسلما إلى مراد الله منه. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الحسين بن مقسم يقول،
سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت الجنيدي يقول ذلك، وسئل الجنيدي عن التوحيد فقال معنى التوحيد ده معنى تضمحل فيه الرسوم، تضمحل فيه الرسوم اللي هي الاثار، كل اثر اثر افعال او اثر كتاب يبقى تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل. يبقى بيتكلم على الاحاديه، يبقى هنا بيتكلم على توحيد الذات لان تضمحل فيه الرسوم، يعني انتقل من توحيد الافعال الى ما بعد توحيد الافعال والصفات الى توحيد الذات، لان الرسوم ما هي الا اثر الصفات فعلا او اثر الصفات رمزا وظهورا، اما توحيد الذات فلا اثر اصلا. تضمحل كل الاشياء لان اثر الافعال محدث، فهمت ازاي؟ والقدره على الفعل قديمه لكن اثر الفعل محدث، يعني انت مخلوق محدث حادث لكن اثر الفعل محدث، يعني انت مخلوق محدث حادث لكن الله سبحانه وتعالى انت اثر الفعل واثر الفعل حادث، اما القدره على الفعل فهي صفه قديمه فيه متعلقه بذاته سبحانه وتعالى، فهو قادر ان يخلق قبل ان يخلق. فهمتوا معنى؟ عشان كده علماء التوحيد قسموا المساله دي الى تقسيمتين، قال لك هناك تعلق صلوحي قديم وتعلق تمجيدي حاضر. طب تمام، اصل اهل السنه قعدوا يتناقشوا مع الفلاسفه سنوات طويله في الكتب. الفلاسفه عندهم نوعين، في فلاسفه نوعين من الفلاسفه اللي هم الموحدين مش اللي انكروا وجود الله، لان في فلاسفه كفروا من باب ما دخلوش في المناقشه لان قال لك مفيش اله. خلاص كفروا من باب ما دخلوش في المناقشه لان قال لك مفيش اله. خلاص دول خلاص احنا مالناش دعوه بيهم، احنا بنتكلم على الفلاسفه الموحدين اللي قالوا اه في الله وانه خالق للاكوان، لكن انقسموا فرقتين، فرقه قالت هي ذات واحده غير موصوفه لانها لو كانت موصوفه لتعتدت الزواج، فاعتبروا ان الصفه تقتضي تعدد الزواج، فنفوا الصفات فكانوا معطله، فاحنا نوع عيون المعطله. فقالوا هي ذات قديمه غير موصوفه. ليه يا عم ليه غير موصوفه؟ يقول لانها لو اتصفت لتعددت وهي واحده، والتعدد ضد الواحديه فكيف تعدد؟ دول طائفه، دول سموهم ايه؟ المعطله. وطائفه ثانيه قالت هي ذات واحده موصوفه واثار صفاتها قديمه بقدمها، لان العلاقه بين اثر صفاتها وصفاتها علاقه عله ومعلول، وبالتالي يبقى الكون والاكوان قديمه بقدم هذه الذات، لان طالما هناك كون يبقى هناك مكون، وطالما هناك مكون يبقى لابد ان يكون هناك كون، فلا يكون هناك مكون بلا كون ولا كون بلا مكون. فلما توقف هذا على ذاك وذاك على هذا فصار الكون قديم بقدم المكون، ودول برضه راحوا في داهيه لانهم قالوا ان هناك قديم مع الذات. فهمت بقى المساله؟ نيجي بعد كده اهل السنه والجماعه قالوا ان الذات واحده والصفات متعدده، وضربوا المثل بالانسان المخلوق، قالوا الانسان واحد ولكن متصف بانه يسمع يبصر يتحرك يعلم يتكلم ياكل يشرب، وتعدد الصفات هذه لم تجعله متعدد الذات. فاذا كان في ذات قدامك واحده مخلوقه اهي وهي انت ايها المتكلم المجادل تتصف بصفات كثيره وانت ذات واحده، فلما تريد ان تنفي وتعطل هذه الصفات؟ فتعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذات. كويس؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه قالوا ان الله سبحانه وتعالى كان متصفا بهذه الصفات قبل ان يكون لها اثر في الخارج. قالوا طب وما فائده هذه الصفه الموصوفه دون ان يكون لها اثر في الخارج؟ ايه فائده انه كان الله ولم يكن شيئا معه وهو خالق وما فيش مخلوق؟ ايه الفائده؟ وايه العلاقه؟ نقول لهم الفائدة أولا أنه يظهر أن المخلوق محدث له بداية، لأنه لو لم يكن قديم، لو كان قديما لكان قديم بقدم الله، والله هو الأول ليس قبله شيء. يبقى الفائدة الأولى أن يكون هذه الصفات المتعلقة بالحوادث وهي الأفعال التي لا تتناهى، تكون هذه الصفة لها تعلق صلوحي قديم، أي أن الذات صالحة منذ القدم أن تظهر هذه الصفة في الخارج عند توجه الإرادة إليها، فيسموه إيه؟ يسموه صلوحي قديم.
يبقى العلاقة صلوح. صلوحي جاي من الصلاح، يعني صالح أن يظهر أثر صفته منذ القدم، ولكن لم يظهرها في الخارج إلا حادث، يعني كان الله لم يكن شيئا، فلما أظهرها فصار إيه تعلق تنجيزي حادث، أي نجز قدرته بإظهار إرادته في الخارج تنجيزا يعني ظهورا، حادث يعني بأولية لا بآخرية. فهمت بقى ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق الخلق بالتعلق الصالح للخلق منذ القدم، لكن لم تتوجه إرادته إلى قدرته لإظهار خلقه إلا عند إرادته في ظهور الأكوان، فلما توجهت نجز ما أراد فظهرت الأكوان. فهمت ازاي؟ يبقى تعلق تنجيزي حادث. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ هديها مثال ليه؟ كان سيدنا الشيخ التجاني، الحافظ التجاني رحمه الله، كان يضرب لنا المثال ده. يقول لنا إيه؟ يقول لنا أنت دلوقتي زي ما قلت لك في أول القعدة، أنت دلوقتي راجل أهو مالي هدومك، لكن أنت الآن لم تنجب بعض، ما ينفعش تبقى أب، لكن صالح أن تكون أب. فقبل ما تتجوز يسموا صفة الأبوة فيك صلوحي قديم، لأن هي قديمة منطمسة فيك غير الظاهرة في الخارج، يسموها أي صالحا أن تكون أبا قبل أن يولد لك ولد أصلا. فإذا تزوجت امرأة فحملت فأنجبت فصارت تنجزت، هذه يعني تنجزت يعني حصل إنجاز لها في الخارج، فظهرت في الخارج، فيبقى اسمها إيه؟ تعلق تنجيزي حادث. فجاء الولد حادث في حين انك انت ايه كنت اب حتى قبل ان يظهر الولد، موصوب بالابوة قبل ان تظهر البنوة. فهمت ازاي؟ موصوفهم بالابوة قبل ان تظهر البنوة. مثال بس يعني كده تقريبي عشان تفهم معنى تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، لما تيجي تقراها في كتب التوحيد ما تحسش انها الامور صعبة يعني. وعشان كده بيقول لك معنى تضمحل فيه الرسوم، يعني اثر الصفات والافعال، يبقى بيوحد الذات، هنا بيتكلم عن توحيد الذات. وتندرج فيه العلوم، كل العلوم كلها تجتمع في المعلوم الواحد وهو الله. يعني اذا اردت ان تكون تقول معلومه واحده تصلح لكل العلوم فهي كلمه واحده، الله موجود بس. اما يقول لك يا الناس طلعت القمر، تقول الله موجود. يا الناس شربت من البحر، الله موجود. الناس غثت تحت الميه مش عارف ايه، عملوا قنبله نوويه، تقول الله موجود. لان الله، لولا الله ما خلق الاكوان وما مكن المكونون في الاكوان ان يفعلوا هذه الاشياء التي فعلها على ايديهم ونسبت اليه. ففي الحقيقه ان كل العلوم دي كلها مجموعها كله تندرج في حاجه واحده، الله موجود بس. الحكايه دي معناها ايه؟ تندرج فيه العلوم كلها، كل العلوم كلها تندرج في معلومه واحده وهي الله موجود. عشان كده تلاقي ساعات في ناس، تلاقي ناس كده يعني واخدها الجلاله يسموها مدروشين، ما يعرفش كتير تفاصيل علوم كتيره، تيجي تقول له ما تعرفش ان امريكا دخلت العراق وضربت وعملت، يقول لك الله موجود. ما تعرفش ان مش عارف ايه، الله موجود. تيجي تقول له اي حاجه تقول له الله موجود. المانجا طلعت، الله موجود. اللحمه غليت، الله موجود. انفلونزا الطيور، الله موجود. يعني هو خلاص بقى ايه، يعني مش شايف فاعل في الاكوان الا الله، مش شايف موجود في الاكوان الا الله. فانت مشغول ليه بالحاجات دي كلها؟ دي رتوش، دي رتوش، زي صوره بتتحرك قدامك على شاشه التلفزيون، دي تقلق. اهو شايف الاكوان كلها كانها صوره على شاشه التلفاز، ولكن المحرك هو الله. في لحظه يقطع الكهرباء، في لحظه يوصل الكهرباء، في لحظه يرجعها، في لحظه يخليها متوقفه، في لحظه يخليها تمشي بسرعه، في لحظه يخليها ما تمشيش خالص، في لحظة يظلمها، في لحظة يدركها، في لحظة يبنيها، كله الله موجود. فهمت ازاي؟ فهي كلمة اندرجت فيها كل العلوم، ادي معنى كلام سيدنا الجنيد. يبقى بيتكلم على توحيد الذات وهي الله موجود. ويكون الله تعالى كما لم يزل، كان الله ولم يكن شيئا معه. يعني حتى ولا أثر لصفاته. ولا أثر حتى لصفاته في الخارج. وقال الحفري أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث، وإفراد القدم. رفع الحدث يعني الإعراض عما سوى الله،
كل ما سوى الله اسمه حدث، لانه سبقه العدم، كل من سبقه العدم يبقى حدث كده برضو احداث. يبقى رفع الحدث يعني الاعراض عما سوى الله، واطراد القدم اي ان الله سبحانه وتعالى اول بلا بدايه، وكان الله ولم يكن شيئا معه. وهجر الاخوان يعني عدم الاعتماد على الاقران، ومفارقه الاوطان اي لا ياوي الا الى الله، لا ياوي الا الى الله، فكم من لا كافي ولا مؤوي الا له، الا انت يا الله، فكم مما لا كافي له ولا مؤوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي كفانا واوانا واطعمنا وسقانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اذا نام صلى الله عليه وسلم او اذا اكل. ونسيان ما علم وجهل، ينسى العلوم التي قد تحول بين المعلوم، لان احيانا العلوم تبقى فيها تفاصيل والتفاصيل فيها تفاصيل تفاصيل، بحيث ان الانسان يغرق في المعلومات فينسى المعلومه من كثرة المعلومة. وعلى شكل نسيان ما علم، حيث قد يحجب العلم عن المعلوم، وبهل ويترك ما جهله اعتمادا على علم الله فيه، فيترك ما جهله من مراد الله منه، فما يعرفش يتعب نفسه، انت خلقتني يا رب؟ انا عبدك خلاص، خلقتني ما خلقتني انا عبدك، افعل ما تريد. مش يقعد طول النهار هو انا مسير ولا مختار ولا مخير ولا متجنن ولا عائل ولا ايه؟ والاذان يدن ولا الاذان وعمره ينقضي وما يعملش حاجه وبعدين؟ اترك هذه الامور، شوف هو خلقك ليه؟ خلقك ليه؟ طب اشمعنى ما بتجوع؟ ما بتقولش انا مسير ولا مخير، بتقوم تجيب الاكل وتوضبه وتقعد تاكل يا عوانفان؟ طب ما جوع كده ما تقربش الاكل وتقول انا مسير مش هقوم اكل. لا، اول ما يجي الاكل يبقى مخير، يقوم على طول يضرب الاكل ويسخن الاكل ويقمر العيش ويشتري حاجات من عند البقال وياكل ويش. لكن تيجي تقول له قوم صلي يقول لك لا اصل انا مجبور. طب اشمعنى بقى الصلاه يا منفرد يا لئيم يا خبير؟ فده سؤال خبيث الطبع. فترك ما علم وما جهل، من جهل من اثر الحكمه، ما جهل من اثر علاقه الخالق بالمخلوق، ما جهل من مراد الله من الاكوان، كل الحاجات دي كلها انت ما تسالش. ليه خلقنا ويعذبنا؟ ليه؟ يا وانطلق انت بتسال ربك. يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء ويختار. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. زي ما كان سيدنا ابراهيم عبد الباعث رحمه الله، نقلا عن ابنه الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث، ساله انسان وقال له ان ليه ربنا خلقنا وبعدين يعذبنا؟ قال له طيب انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل نجار. قال له طيب يا سيدي انت دلوقتي جبت الواح خشب وهتصنعها اساس، فعملت من بعض الالواح حبره نوم، وبعض الالواح الثانيه مكتبه، وبعض الالواح الثانيه كرسي، وبعض الالواح الثانيه عملت كنبه، وبعدين اتبقى عندك شويه بقايا خشب كده رحت خدتها وعملتها اباقيب تدخل بيها الحمام. هيجي بقى الابقاب اللي بتدخل فيه الحمام ده يعترض يقول انت ليه خليتني في النجاسه؟ ما خليتنيش في اوضه الصالون؟ ايه رايك؟ يقول لا ما يقولش كده. يقول له ما يقولش كده ليه؟ يقول له لان الخشب بتاعي ملكي افعل فيه ما اشاء. قال كذلك ربك يفعل ما يشاء ويختار. الحكايه سهله. مالك الملك فجاي انت بتحط نفسك وتحصر نفسك ليه؟ فهمت المساله؟ سمعت منصور بن خلف المغربي يقول كنت في صحن الجامع ببغداد، يعني جامع المنصور، والحفر يتكلم في التوحيد، فرأيت ملكين يعرجان إلى السماء، فقال أحدهما لصاحبه الذي يقول هذا رب العلم التوحيد والتوحيد غيره. دول أهل كشف بقى، ده قاعد مع سيدنا الحفر بيدي الدرس، فربنا كشف له كده ملكين بيعلقوا على درس سيدنا الحفر. زي الدرس بتاعي كده، برضه التوحيد شيء وعلم التوحيد شيء ثاني، لعلمك. لأن التوحيد، علم التوحيد رسوم وألفاظ ومعاني كلها مخلوقة، والتوحيد تترك كل المخلوق إلى الخالق. فالعلم معناه الحقيقي هي ترك الرسوم، يعني علم التوحيد الحقيقي حقيقته هي ترك الرسوم، والعلم وقوف مع الرسوم. فقال الملكين بيقول له إيه؟ بيقول له ده علم توحيد اللي بيقول له ده، أما التوحيد بقى ذاته غيره. لأن التوحيد ده صفة غير مخلوقة، وأنت تعبر عنها باللفظ واللفظ مخلوق. فعلم التوحيد حاجة والتوحيد حاجة تانية. فهمت؟ يعني كنت بين اليقظة والنوم يعني.
وقال تعرف التوحيد هو إسقاط الوسائط عند غلبة الحال والرجوع إليها عند الأحكام. إسقاط الوسائط عند غلبة الحال يعني إيه؟ يعني لما يغلب عليك حال الفناء تترك الأسباب إلى المسبب إذا غلب عليك الحال، لأنك علمت أنه هو الذي يفعل في الأسباب وأنه لا يفتقر إلى الأسباب. والرجوع إليها عند الأحكام، وأحكام الشرع أمرتك بالأخذ بالأسباب، يعني معناها تسقط الأسباب تعلقا بالقلب وتأخذ بالأسباب بالجوارح تعلقا بأحكام الشرع. فالشرع طلب منك الأخذ بالأسباب وطلب من قلبك عدم التعلق به، فهمت؟ يعني تروح للطبيب تطلب العلاج وقلبك مع الله وجسمك مع الطبيب، خذ الدواء ده قبل الأكل حار، خذه بعد الأكل حار، في وسط الأكل حار، طب ما تاكلش حار، لكن تعرف على طول ان مش كل الكلام ده كله هو الذي يشفيك او اللي بيشفي هو ربك. وان الحسنات لا تغير الاقسام من الشقاوة والسعادة، وان الحسنات، اتفضل يا فضيلة مولانا الشيخ العطواني، الحمد لله ربنا اكرمنا بيه النهاردة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهيمدح لنا من دلوقتي الاذان الظهر، هيقعد يمدح لنا لاذان الظهر ابتهاجا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خير. واحنا هنقف عند هذا، بس هعلق على الحته الاخيره عشان نقف على كلمه، وان الحسنات لا تغير الاقسام من الشقاوه والسعاده، لان الله خلق للجنه اهلها وخلق للنار اهلها، وجعل الطاعات سبب فقط للسعاده، وجعل المعاصي سبب فقط للشقاوه، ولكن الحقيقه ان الله هو الذي خلق للنار اهلها وخلق للجنه اهلها، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذا قال في الحكم: سوادق الهمم لا تخرق أسوار القدر، سوادق الهمم لا تخرق أسوار القدر. وعشان كده رسول الله قال في الحديث: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، إنه من أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، ويكون هو اصلا القسمه الاوليه من اهل السعاده، فيسبق عليه الكتاب الاول، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه بمحبتنا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونترك اسماعكم وقلوبكم الى فضيله مولانا الشيخ العطواني، جزاه الله عنا خير الجزاء. والحمد لله احنا اول ما بنشوفه بنفتكر ربيع النبوي، لأننا بنشوفه كل سنة مرة زي رمضان كده، فجزاه الله عنا خير. اتفضل يا سيدي.